السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين نور الدين قريشي. غادي على بالنا بلي غادي يخرجوا ناس ويقولوا له انت شقدمت وانت شادرت ومنا نور الدين قريشي دولي سابق، يعني وين يتخلى عن دعم المدرب جمال بالماضي. كانت مليحة، كان يشوفها مليحة، قال لك خلوا منها 2019 وكلش، لكن بعد ما شاف صحي كملت الورقة سقطت. هذه الخام يخرج بوسيلمة الكذاب والغايطار حمار يخرج يقول لك تقول له انت سادرت، تخاف هذا يقول له انت سادرت وين لعبت؟ واش هذا كمساعد مدرب تاع بايد في الدوزيام تور كوب دي مونديال باش يكون على بالك. هذه هي وين أكد الدولي الجزائري السابق نور الدين قريشي أن المدرب جمال بالماضي يتم الحكم على عمله من خلال نتائج كغيره من المدربين، وأنه ليس الأول ولا الأخير مدرب يتم تغييره في عالم كرة القدم. هذه هي حقيقة صح، يعني صح، يعني ماشي كذب ولا حاجة. أو مدرب هذا تغير، ماشي قضية تاع لازم هذا مكاش لي توشيه، لا صحيح مدرب هذا كيما نقولو حنايا غلط، أغلط في بزاف صوالح. المهم يعني وين نقولو بلي ماشي هو الأول في تاريخ كرة القدم غيروه، يعني ما غاضب تاني تموت وهي بعد ماشي مملكة تيموت الملك باش يديروا أمير وخد آخر ولا مالك وخد آخر، لا يعني النتائج مكاش نتائج صايك تربح. هذه هي خويا واللعبة. توفيق قريشي صاحب 59 عام مع المنتخب الجزائري ما بين عام 1980 1986 وشارك معه في نسختين لمسابقة كأس العالم 1982 1986 وعمل قريشي مدافع يعني أندية بوردو يعني والليل الفرنسي سابقا في مجال التدريب، وكان مساعد لمدرب البوسني بايد ضمن الجهاز الخاص الفني. ويتجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى تعيين مدرب جديد لمنتخب محاربي الصحراء بدل من هذا المدرب، وتم خلال الأسابيع الأخيرة الكشف عن أسماء عديدة من المدربين لتولي هذه المسؤولية، وأبرزهم يعني كان أبرزهم البرتغالي كيروش وبيسيرو والكرواتي والسويسري فلاديمير. وقالت تقارير إعلامية جزائرية أن فلاديمير المدرب السابق لنادي بوردو الفرنسي بات الاسم الأقرب لتولي مهمة تدريب المنتخب الجزائري، وأضافت بأن وليد صالي رئيس اتحاد الجزائر سافر لسويسرا من أجل تواصل الاتفاق معه. قريشي يوضح سبب تراجع عن عدم دعم جمال بالماضي، وأكد قريشي في مقابلة أجراها مع جريدة كومبيتيسيون الجزائرية الناطقة بالفرنسية أنه كان من المدافعين دائما عن مدرب جمال بالماضي، وقال في هذا الإطار لقد دافعت دائما عن جمال بالماضي لأنه هو من يعني أوصل يعني من كان يعني كان في كان ناجح يعني في 2019 وتابع الدولي الجزائري سابق قائلا لكن المدرب يتم الحكم عليه من خلال نتائج يعني نتائج فريقه، وهو الأمر الذي يجعلني أتفهم رغبة المسؤولين في التغيير والذي هو جزء من حياة المدرب، وبالماضي لن يكون الأول والأخير الذي يلقي هذا المصير. وفي هذا الموضوع آخر تعلق قريشي على إمكانية تعاقد الاتحاد الجزائري مع مدربين يعني كبار، وصرح بالقول صراحة أنا لا أعرف كثيرا عن المدرب يعني في سيرو أو فلاميدير والجديد، يعني لذلك لا أستطيع أن أصدر حكم دقيق على هذا المدربين. ومن ناحية أخرى يجب على الاتحاد الجزائري ألا يتخذ
الاختيار يعني الخاطئ على الإطلاق، وللتذكير فإن المدرب الجزائري وبعد إقصائه من دور المجموعات والخسارة المذلة أمام موريتانيا فإنه سيخوض شهر مارس القادم دورة دولية ودية ستحتضنها الجزائر بمشاركة منتخبات جنوب إفريقيا بوليفيا وأندوري. هذه يا أخويا أنتم سبحان الله يا على هذيك نقول لكم باللي اليوم وين لازم مدرب لازم خاطش علاه ما نقعدوش الناس قاعدة تتباكى الناس ما زالوا شادين على بالك في الأوهام، ناس باغية تشك في الأوهام على بالك وين الناس ولات احنا وين هردتنا حاجة عادو هردنا وش العاطفة هي اللي هردت المنتخب الوطني، كانت أكبر عدو للمنتخب الوطني، والعاطفة شكون اللي داروها؟ هذا الهيشر هما اللي داروا العاطفة، هذا الهيشر هما اللي داروا العاطفة، هما مكاش، أنا نقول لكم ولاو دايرين باللي تهدر لهم يا ودي قالوا الشيطان هذه طريقة راكم تخدموا بها، ماشي طريقة كاع، قال لك لا. شو بير يا ضرب يا ضرب شو بير مدرب الله. سهلول. جاية. ما عاجبنا سهلة ولا الناس مين يهضروا معكم عقم علي داروا لكم الشراب حلال داير لكم على الخطا داير لكم الشراب حلال مشيت انا ميرول اي في نال ميرول ليفربول في راني نتفرج فيها با 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 لطيف 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 يا 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 ولد عمي راكي جايين نبغي نقول لك ليله خدمة نسيت خدمة صاحبي نقول لك أوت لا في خدمة أبوي احنا يا الحمد لله يا ربي يعني كما يقول لك رانا في الطريق ما يبغوهاش ساكن والله راكم بلا شوية
Ça va bien. Mais moi, je te vois, 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 je te ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خوتي.